السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ويا رب يكون الجميع بخير ويوم جديد وبداية جديدة. اللهم لك الحمد والشكر. مع نباتات جديدة، وحنقول بسم الله الرحمن الرحيم كذا ونبدأ نستعرضها واحدة واحدة. طبعا كل نبتة هحطها أو كل حاجة هعرضها هحط الرابط تبعها، فقط إنك ترفع الشاشة وتدخل على الرابط في الصفحة. هذا أول شيء عندنا اللي هو الياسمين المدغشقري. طبعا أزهاره له رائحة من النباتات الدائمة، من النباتات اللي على طول تزهر طول السنة في حال إنك اتبعت النظام الصحيح لها. طيب هتكون الأسعار، أكون صريح معكم، خارج الموقع، غير عن إنك أنت تدخل على الموقع الإلكتروني وتحصل عليها عن طريق الموقع الإلكتروني. طيب هذه الوكاسيا بلاك فيلفيت زي ما احنا شايفينها، ما شاء الله تبارك الله، ذات الأوراق المخملية. هذه النبتة المتميزة للهواء يبحث عنها، واللي حابب يقتني شيء متميز ويفرق عن باقي النباتات الداخلية. طبعا هي تعتبر من النباتات القوية جدا هذه الألوكاسيا، فهي متوفرة ما شاء الله تبارك الله في موقعنا الإلكتروني. طبعا أنا قلت سعرها خارج الموقع الإلكتروني حيكون أعلى من سعرها في الموقع الإلكتروني، حط عليها تخفيض. ننتقل إلى هذه اللي هي النبات كذلك القوي جدا، يعلم الله صدق أو لا تصدق، أغلب النباتات اللي أنا بعرضها سواء في متجري أو بعرضها من النباتات القوية اللي ممكن تكون للهواء ممكن تكون للمبتدئين، حتتحمل معك. هذه اللي هي الأجلونيمة، لها ألوان عدة ولكن هذه حاليا اللي متوفرة عندنا في المتجر تبعنا، ممكن تحصل عليها من المتجر ولا تفوتها لأنه الكمية محدودة. طيب في حال إن شاء الله دخلت على متجرنا وكنت بتتصفح وبتشوف الصور تبعها، هتشوفها إنه لها ورود. للمعلومية أغلب النباتات الداخلية أغلبها تطلع ورود وزهور، لكن في حال إيش؟ وجود زي ما انتم شايفين الضوء الجيد الساطع من 6 إلى 8 ساعات فترة النهار. احنا ما بنتكلم على ضوء الشمس ولكن توفر لها ضوء. راح ننتقل ما شاء الله تبارك الله الآن إلى نوادر، نوادر النباتات، نوادر قد تكون عندنا في السوق المحلي، نوادر كذلك قد تكون في العالم، يعني مو ممكن انك تحصل عليها بسهولة. هذه اللي هي السينغونيوم. طبعا نبات السينغونيوم غني عن التعريف، طبعا الهواء يعرفوا هذه الأمور. انت اذا تبي تعرف نباتات قوية تابع ناس تهوى النباتات، هتعرف ايش النباتات اللي هم بيمتلكوها. واحدة منهم هيكون عندك اللي هي السينغونيوم بجميع انواعها. طبعا هذه اللي هي يسموها البريجيتد، اللي هي الملونة زي ما انتم شايفين، اوراقها بيضاء جميلة مبرقشة. حط لكم الرابط، ممكن تدخل وتشوفها وتستمتع بالنظر إليها. طيب هذه كذلك تعتبر من النوادر في السوق المحلي وقد تكون كذلك في السوق العالمي. هذه اللي هي السينغونيوم الآيس فورست، هذه ما شاء الله تبارك الله وذكر الله واجب، هي ملك لي أنا، لكن ممكن تدخل، حط لك الرابط الآن، تدخل تشوف الصور تبعها اللي هي موجودة أو بالأحجام اللي هي متوفر بها. طيب الآن حنشوف منتج حصرياً فقط عند صديق البيئة، هذا اللي هو وردة اللوتس، هو باللغة الإنجليزية يسموه كيت، يعني معدة كاملة زي ما انتم شايفينها، كاملة بالضبط اللي هي وردة اللوتس. بيحطوها في الأحواض المائية، هي من النباتات المائية، سواء عندك بركة، عندك نافورة، عندك حوض أسماك، حبيت أنه تضيف له نبات يعيش داخل الماء، فهو هذا المنتج متوفر. هذه اللوتس، وهذا كذلك المنتج حصريا من صديق البيئة، كذلك هو من النباتات المائية اللي توضع داخل النوافير أو أيا كان، زي ما أنتم شايفين صورتها هنا، يمكن اللي كان يشوفها تقريبا في أفلام كرتون حق بيك بانثر، كان اللي هو الضفدع عند البحيرة تلاقي زي هذه النبتة سبحان الله طالع عند البحيرة. فهي حصريا، نرجع نقول ثاني مرة، لصديق البيئة، فقط كل ما عليك انك ترفع الصفحة
تدخل على موقعنا الإلكتروني وتحصل عليها، والكمية محدودة، أتوقع أنها باقي واحدة. وهذا شكل ثاني لها اللي هي وردة بنفسجية، سبحان الله، قلنا أنه هو كيت كامل زي ما احنا شايفينه، بتربته بكل حاجة. كل ما عليك هو وضعه داخل المكان الغاطس اللي انت حابب انك تزرع فيه، هو حصريا لصديق البيئة. واضح عندنا اهي في البحيرات مزروع، هذه كمان شكل لها ثاني اللي هي هذه الأزهار الجميلة متوفرة. طبعا هنا قلنا التعليمات موجودة جميعها في الخلف، دائما المنتجات الجيدة بيكون في تعليمات، لكن للأسف البعض ما يحب انه يتبع هذه التعليمات او انه يقرأها. طبعا الى بعض المنتجات عندنا اللي هي تخص السقاية زي هذه، هذه العبوة 500 ملي فقط للنباتات زي كذا، تسقيها اذا حبيت. هذا شكل لها 500 ملي، في عندنا متوفر 300 ملي كذلك يسقى بهذه الطريقة. هذه جميعها صناعة يابانية، صناعة يابانية. في عندنا هذا الإبريق اللي فوهة ضيقة كذلك ينفع للنباتات الصغيرة أو اللي عنده صباريات وما نصب الماء كذا فوق النبات بهذه الطريقة، في اللون الأصفر وفي اللون الأبيض، متوفر حاليا في الموقع عندنا. ونكرر إنه في حال إنك أنت حصلت على المنتج من خارج موقعنا حيكون سعره يختلف عن السعر داخل الموقع. داخل الموقع أنا حاليا حاطط عليها تخفيض، ممكن تدخل وتحصل عليها.